مشاهدينا الآن ينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد. سيد عاصم، مرحبا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. دعني أستعلم منك سيد جهاد بالبداية وبشكل مختصر عن أسباب هبوط الأسعار، أسعار النفط العالمية. أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. عزيزي أستاذ حيدر، فيما يخص أن هناك أسباب معروفة على الساحة النفطية تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، منها يعني تباطؤ النمو في بعض الاقتصاديات الكبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع المخزون الأمريكي، إضافة إلى ارتفاع يعني سعر الدولار، بالإضافة إلى أسباب أخرى يعني تتعلق أو تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. لكن هناك مفارقة يعني تحدث أعتقد لأول مرة في تاريخ الصناعة النفطية. يعني دائما المتعارف أنه أي أزمة في المناطق المنتجة والمصدرة للنفط تؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط، وهذا ما حدث على سبيل المثال يعني في الفترة الأخيرة. نعم. في قضية مضيق هرمز نجد أنه ارتفعت أو قفزت الأسعار إلى يعني إلى أرقام كبيرة جدا. لكن الآن الوضع يعني في العراق أنه يعاني من حرب يعني على عصابات داعش، والعراق بلد مهم في الإنتاج والتصدير، وعلى أثر ذلك توقف تصدير كمية 300 إلى 400 ألف برميل يوميا، وأيضا هناك صراع وعدم استقرار. فهذه في ليبيا المفارقة على سبيل سيد المثال. جهاد، يعني هذه كيف الأسباب تفسروها؟ كانت ممكن يعزوها الكثير من الخبراء إلى أن هناك يعني أسباب سياسية تؤدي إلى الضغط باتجاه معين، والمتضرر يعني من ذلك العراق ودول أخرى في هذا الإطار. طيب سيد جهاد، بعد أن أعلنت الوزارة أن يعني ميزانية الدولة العراقية تفقد ما قيمته 27%، كيف ستتعاملون مع هذه الخسارة؟ ما هي الخطط الموضوعة من قبلكم لتلافي هذه الخسارة وربما الهبوط المستقبلي أيضا لأسعار النفط؟ نعم، يعني في موازنة عام 2014 كان يعني من المقرر أن يتم تسليم كمية 400 ألف برميل من قبل الإقليم إلى وزارة النفط، وهذه يعني تحقق إيرادات ما لا تقل عن مليار و200 مليون دولار شهريا. كان هناك أيضا يعني ضمن الخطة تصدير من 300 إلى 400 ألف برميل عبر خط كركوك جيهان التركي، وهذا توقف بسبب العمليات الإرهابية على هذا الأنبوب، وهذا يعني خسائر كبيرة جدا يعني للموازنة وللاقتصاد الوطني العراقي. احنا على الرغم من ذلك كان هناك زيادات ملحوظة في الآونة الأخيرة من الحقول الوسطى والجنوبية، يعني وارتفعت إلى ما يقارب يعني كمعدلات تصديرية يومية إلى 1,500,000 برميل، وأيضا هناك زيادات تتحقق إن شاء الله في المستقبل القريب. لكن بالتأكيد هذا لا يمكن تعويض الخسائر من الشمال، ونتمنى أن تفضي المفاوضات مع الإقليم إلى تسليم هذه الكميات، وبالتالي دعم الموازنة، موازنة عام 2015 بكميات وعلى يعني ذكر وعلى جديدة ذكر يعني سيد جهاد على ذكر الإقليم. يعني الإقليم وما يصدره من نفط، وقد أعلن عن تصدير أكثر من 34 مليون برميل من بداية هذه السنة، يعني أين وصلت المفاوضات بما يخص الملف النفطي بين المركز والإقليم؟ نعم، هذه المفاوضات لحد الآن لم تفضي إلى شيء يعني حقيقي. أكيد هناك يعني تعقيدات كثيرة، وهناك يعني مسائل يجب حلها. الإقليم يربط مسألة النفط بمسائل أخرى تتعلق بحصة الإقليم، تتعلق بالمادة 140، تتعلق
قضية البيشمركة وغير ذلك، يعني أفصحت الحكومة الاتحادية عن نيتها الخالصة ووزارة النفط عن حل جميع المشاكل العالقة. إذا هنالك ما زال حديث مستمر بين المركز والإقليم في إطار حل هذه المشاكل. سيد جهاد، باختصار شديد لو سمحت عن سؤالي الأخير، زيارة رئيس أو وزير الخارجية سيد الجعفري إلى تركيا، هل تم بحث مسألة ضخ النفط من شمال العراق عبر جيهان التركي، أم يعني هذا الأمر لم يطرح؟ لا، أكيد لن يكون واقعين، يعني حتى لو تم بحث هذا الموضوع العراق لا يمكن التصدير في الوقت الحاضر نظرا لسيطرة عصابات داعش على محافظة نينوى، وخط الأنابيب هو يمر يعني عبر محافظة صلاح الدين وإلى محافظة نينوى، وبالذات من منطقة الحضر التي تسيطر عليها عصابات داعش. هذا يمكن أنه بعد تحرير محافظة نينوى يمكن استئناف التصدير من جديد، لكن كان هناك تأكيد يعني على أن سيادة العراق على الثروة النفطية العراقية، ويجب أن تكون جميع الفعاليات بعلم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، والتأكيد على أن شركة تسويق النفط العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي إلى الخارج. إذا كنت معي من بغداد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أشكرك شكرا جزيلا.